يعني حتى الآن كارولين، نحن على ذات المواقف. البيان الوحيد الذي صدر من خلية الإعلام الأمني تحدث عن محاولة استهداف لقاعدة عين الأسد بطائرتين مسيرتين، وتم إسقاطهما في محيط القاعدة ولم تتمكنان من الوصول إلى داخل القاعدة، فيما تتحدث الوسائل أو منصات الإعلام القريبة من الفصائل المسلحة بأن الطائرتان وصلتا إلى مواقع استراحات المستشارين أو الجنود الأمريكيين كما تقول هذه المنصات. عفوا، لم يتم إسقاطهما إلا بعد أن وصلتا إلى الأهداف المحددة لهما. هذا بالتأكيد يشير إلى أن التصعيد بدأ يأخذ منحى خطير، خصوصا ونحن نتحدث عن الاستهدافين بطائرتين مسيرتين أو بأربع طائرات عفوا مسيرة خلال 24 ساعة فقط. أيضا لا ننسى أن الاستهداف هو ليس جويا فقط، وإنما الاستهدافات على الأرض زادت بشكل أو بوتيرة متسارعة جدا. اليوم كان هناك استهداف بعبوة ناسفة لأحد الأبتال التابعة للدعم اللوجستي للتحالف الدولي في منطقة اليوسفية. هناك استهداف متكرر، أكثر من 3 هجمات خلال 48 ساعة في مناطق جنوب العراق وأيضا مناطق أخرى في من العراق. هذا يشير إلى أن الفصائل المسلحة بدأت عملية التصعيد التي توعدت بها بعد نهاية أعياد عيد الميلاد، وأنها غير مكترثة بانسحاب القوات القتالية، وإنما لديها مطلب مهم وهو أن يكون هناك انسحاب شامل للقوات الأمريكية بأي صفة كانت وتحت أي مسمى كان، سواء كان بصفة مستشارين أو تحت مسمى مدربين أو فنيين.